اننا لا لم نزود هذه الهيئات موافقين تحس يعني نقصدنا نوع من المواصله يكون معنا يدخل في هذه في هذا الفعليه اقتصاديه بامتياز كل القطاعات، لا اتكلم على قطاع الصناعه وانما كل القطاعات. تنصيب هذه اللجنه المشتركه بين القطاعات المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، وهذا بعد تجديد وتوزيع تشكيلته إلى كل القطاعات المعنية لإضفاء ديناميكية أكثر على نشاطاتها حتى تتمكن من تحقيق الأثر الذي نصب إلى بلوغه لتحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وترقية صورة الجزائر دولياً كوجهة مفضلة للاستثمار. يأتي عمل هذه اللجنة كلبنة في صرح العمل المؤسساتي الموجه لهذا الغرض.